أكد الرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية شبكة الطرق التي تم إنجازها في ربط مصر كلها وتقليل الزمن المستهلك للوصول إلى أي مكان، مما يسهل حركة التجارة والاستثمارات بين مختلف ربوع الوطن. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس الوزراء عقب جولة تفقدية لعدد من المشروعات الخدمية بمحافظة المنيا. احنا وصلنا المنيا في خلال فترة حوالي ساعتين أو ساعتين ونص. الكلام ده منذ خمس ست سنوات كنا عشان نيجي المنيا ممكن ناخد أربع أو خمس ساعات. وبالتالي شبكة الطرق اللي اتعملت اللي هي بتربط مصر كلها النهاردة أعتقد يعني بترد على أي تساؤل النهاردة هو احنا بنعمل شبكة الطرق دي ليه؟ لكن النهاردة أعتقد ده واضح تماما لينا القدرة على الوصول للمحافظة، ومش مجرد أن أنا أوصل، معنى كده أن بقت هذه المحافظة سهل أن أي استثمار يجي ويوصل لها، وبالتالي المناطق الصناعية اللي تبقى موجودة فيها تقدر أنها تشتغل، فرص عمل جديدة بتبدأ تزيد. الكلام ده بيتواكب مع النهاردة أن احنا بنزور ثلاث مراكز، وأرجو أن احنا ناخد بالنا بعيدا عن العاصمة بتاعت المحافظة، احنا بنزور صملوط، مغاغة، والعدوى. وعلى فكرة دول مش من حتى المراكز الكبيرة، هم بيحتلوا مراتب بعد المنيا وملاوي. المنيا وملاوي هو أكبر مركزين، وبعديهم بتيجي يمكن صملوط وبقية المراكز بتيجي في مراحل أخرى.